السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع. في الدقيقة الأخيرة ديال كانتي فونتين بلو رينيو ان سانكوس سانكيام كوس، ما سيليكسيون ديالي غادا تكون كالتالي، فيها جميع الخيول اللي تقدر تجي تقدر ما تجيش، اللي داخله في البياج ما غاديش نحيد حتى شي عاوت، ولكن لا سيليكسيون ديالي ديال ويتشوف هي هادي، يعني فيها 5 وال 14 بعد هادو لي نون سيتي، 5 وال 14 وال 1 وال 7 وال 11 وال 9 وال 6 وال 6. نعاودوها الاخوان، 5 6 6 9 11 7 14 اس. هذه هي التوقعات اللي كنشوف فيها انا صحيحة، وأن السبعة هو الأوتسايدر ديال لاكورس، السبعة هو الأوتسايدر مع روسيل، دونك أون سيت كاين فيهم شي حاجة، سانك سيز كانز سيس ناف أون سيت كاتورز، الكانز أنا ما عنديش، غادي نبلاصي بلاص وغادي نحبس لأن الستينات غادي يقدر يبان فيهم، هادشي اللي كاين، دمتم في رعاية الله وحفظه. ومع السلامة، فيديو قادم إن شاء الله.